السلام عليكم الناس الكل، معكم BNL، واليوم رجعت لكم في فيديو جديد. برشا تساؤلات تجيني وبرشا تعليقات، اهمهم السؤال هذايا: علاش BNL صرت تريكوردي في الكلاسيك؟ باش نفهمكم علاش، الولاد في التحديث الماضي قامت شركة قالينا بعزل لاعبين البيسي عن لاعبين الهدف، يعني البيسي تدخل مع البيسيات والهواتف تدخل مع الهواتف. حاجة دي ما عنديش اعتراض عليها، بالعكس هي حاجة عادة تخلي جماعة البيسي يلعبوا مع البيسي وجماعة الهدف يلعبوا مع الهدف. المشكل انه الاسبوع الاول والاسبوع الثاني ما نجمش تدخلوا حتى جيم رانكين. علاش؟ على خاطر الكيو ما يتمتش فيه 50 بلاير، هذاك علاش اسبوعين ما نجموش تدخلوا لازم سكواد بلادي سكواد ليد جيم. قعدت جمعتين هذوكم نلعب في الكلاسيك في انتظار انه شركة جرينا تقوم بالتعديل. قامت شركة جرينا بالتعديل على العزل هذايا، خليت انه الجيم يجي يبدا ب 30 بلاير والا يبدا ب 40 بلاير ولا ب 35 بلاير، واخيرا رجعنا ريكوردي في الرانكينج اخر نص مقاطع كانوا في الرانكينج. هذاك علاش اليوم حضرت لكم جيم بلاي اسطوري في الرانكينج مع لاعبين بيسي، ان شاء الله يعجبكم. ما تنساوش اللايك والسبسكرايب، ونترككم مع المقطع، مشاهده ممتعه.
Thank you.